كان لحضراتكم مرة تانية، والحقيقة زي ما قلنا في أول الحلقة عندنا موضوع مهم جدا نتكلم فيه النهاردة بشكل عام كده، إنه إزاي مع الوقت كرة القدم بقت بزنس كبير ومهم، بزنس بتحكم فيه عوامل كتير قوي، الإعلانات سواء على تيشيرتس اللاعبين أو في الاستاد، ممكن كمان انتقال اللاعبين من مكان لآخر. وخير دليل على إن كرة القدم بقت بزنس، امبارح كنا بنتابع ماتش مهم جدا، هو الأغلى في العالم بين فولم وبرينفورد، وهو على حسم البطاقة الأخيرة للتأهل لدوري الإنجليزي الدرجة الأولى. ليه أغلى ماتش في العالم زي ما الصحف العالمية والبي بي سي وصفته؟ لأنه الحقيقة الفايز كان هياخد 220 مليون دولار غير 155 مليون دولار إذا قدر إن هو يصمد بعد الموسم الأول مع الفرق الكبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. الحقيقة الفرق بين المكسب والخسارة ملايين الدولارات، ده تقريبا حتى مش في الشامبيونز ليج، يعني يوصل لملايين الدولارات. وأكيد واحدة من اللي بتتحكم في اقتصاد كرة القدم هي انتقال اللاعبين. عارفين ان الانديه يعني بتتنافس على استقطاب المع النجوم عشان يقدروا ياخدوا البطولات، وطبعا اللي بيبقى متحكم في حاجه زي دي هو وكيل اللاعب، هو اللي بيقدر يعرض اللاعب على النادي ده ويتفاوض ويجيب له احسن عرض. وعشان كده ده اللي هنتكلم فيه النهارده، ايه اهميه وكيل اللاعبين، بيعمل ايه بالظبط؟ ده هنعرفه مع ضيوفي اللي منورني في الاستوديو، استاذ ممدوح السعادتي، اهلا بيك حضرتك منورنا، استاذ امير المراجمي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. هبدا مع حضرتك استاذ ممدوح، الحقيقه سؤال بيشغل الراي العام وكلنا، وانا شخصيا عايزه اعرفه، ايه العوامل اللي بتتحكم في، يعني ايه اللي يخلي مثلا تختار، ايه اللي يخلي مثلا حضرتك تختار لاعب يعني عرض معين للاعب عن عرض تاني؟ يعني مثلا الفلوس هي اهم حاجه، اهم حاجه مصلحه اللاعب، ممكن يبقى اللاعب هنا يلعب احتياطي لكن الفلوس لا اكتر فتختار له ده. لا، اللعيب طبعا اللعيب هو زيه زي اي سلعه في الدنيا، الوكيل بيقوم بتسويقها، يعني الوكيل وظيفته ان هو يسوق اللعيب بتاعه، فاللعيب بيكون موجود في نادي اوريدي موقع، هو دور الوكيل ان هو ينقله من نادي لنادي احسن او ياخده دوري اقوى من الدوري اللي هو فيه، ممكن طبعا يخليه يحترف. هو ده يعني الدور الاساسي للوكيل، هو ان هو يخلي اللعيب بتاعه ريتش توب ليفل، يعني يوصل لاعلى الدوريات، هو ده نجاحه. لو الوكيل كويس بيقوم بالدور ده، انما ان هو يسيب اللعيب بتاعه في لوكال كومبيتيشن ده مش وظيفته. يعني بصراحة كده لو في عرضين، عرض فلوسه حلوة جدا فبالتالي مثلا الكوميشن بتبقى أعلى بالنسبة لا الكوميشن لا الكوميشن مش كل حاجة، لأنك بالضبط مصلحة اللاعب يعني. لا، هو الوكيل الكويس هو اللي ما بيبصش للفلوس، هو بيبص لمستقبل اللعيب بتاعه. يعني أنت ممكن تاخد زيرو كوميشن بس عارفة إن اللعيب هيلعب في حتة وهيتشاف وممكن تقدر تسوقيه في حتة أحسن. يعني معلش لو اللعيب جاي له عرض فلوس قليله جدا وهيلعب في الدوري الممتاز وفلوس اكتر وهيلعب في دوري الدرجه الثانيه، فانت هتلاعبيه بفلوس قليله في الدوري الممتاز، لان هو في الدوري الممتاز هيتشاف اكتر من الدوري الدرجه الثانيه، وبناء عليه وجوده في الدوري ده اصلا هيتيح لك الفرصه انك انت تسوقيه لفرق احسن، لدوريات احسن، وممكن تكسب بقى فلوس اكتر. بالظبط. طب امال ليه دلوقتي بقى في مفهوم كده انه يا استاذ امير وكيل اللاعبين بيتقال عليهم سمسار؟ هل الكلمه دي مثلا بتضايق حضراتكم؟ وليه ليه المفهوم ده طلع على وكيل اللاعب؟ عشان دلوقتي في مصر، يعني في الاسم ده المسمى ده موجود في مصر اكتر، لان في ناس كتير دخلت المجال اللي هي انليجال، مش ولا معتمد من الاتحاد الدولي ولا الاتحاد المصري ولا اي حاجه، دخلوا اللي هو سمسار زي بياخد من هنا يودي هنا وخلاص. طب ازاي ده بيحصل اصلا؟ ازاي ممكن يبقى في وكيل لاعبين من غير تصريح من الفيفا او الاتحاد الدولي؟ في ناس كتير وكله دلوقتي من غير تصريح، ما اعتبروش وكله. هم بيعتبروا او كلمه سمسار اللي هي بروكر، يعني هو هي برضو يعني ممكن تتقال على وكيل اللاعبين، يعني ما تضايقش. يعني هي طبعا في وكلاء بيشوفوا انها كلمه وحشه وبتضايقهم. طب ورأي حضرتك الشخصي؟ انا ما بحبهاش. انا ما بحبهاش عن نفسي. اصلا الفيفا كمان غير المسمى كمان، ما بقتش وكيل، بقى وسيط. وسيط يعني، ما وسيط يعني ايجنت، ويعني ايجنت يعني برضه السمسار. يعني كان الاول اللي هو وكيل، دلوقتي تحول لوسيط، بقى الوسيط دوره اللي هو الانتقاله واحده. كان الاول وكيل حصري لمده سنتين للعيب،
دلوقتي بقى الوسيط لانتقاله واحده، اللي هو ياخده من هنا يوديه هنا وخلاص، ومالوش دعوه بيه للفتره انتقالات واحده دلوقتي الفيفا. بس في الكونجرس اللي فات غيروا برضو، رجعنا تاني للوكيل تاني، بس الموضوع الكورونا بقى ايه اجل التنفيذ يعني. طب ايه مهام وكيل اللاعبين بالظبط؟ يبقى مسؤول عن اللعيب في كل حاجه، مش اللي هو مجرد اللي يوديه ويسيبه ده لو كده يبقى سمسار، لكن هو مسؤول عن اللعيب في كل حاجه. هو اللي بيتفق له على عقده، بيشوف هيسكن فين، هيعيش فين، لو لعيب مغترب بيتابعه عقده هيخلص، يعني هياخد عقده باي طريقه. يعني كمان مدير اعماله، ولا في فرق بين مدير الاعمال ووكيل اللاعب؟ في مصر شامله كله عكس اوروبا. يعني اوروبا في وكيل يعني مدير اعمال للاعلانات بس في اوروبا، عكس مصر. مصر بتبقى شامله كل حاجه، هو اللي بيتعامل في كل حاجه. طب بص يا ساره، انا عايز اقول لك حاجه بالنسبه لوكيل اللاعبين. وكيل اللاعبين ده هو يعتبر ابو اللاعب. تمام. الوكيل الكويس اللي هو، معلش انا مدرسه قديمه طبعا يعني، أنا طبعا الوكيل بيبقى هو ابو اللعيب التاني. يعني انا في لعيبه عملوا لي توكيلات ان انا اطلق ستاتهم، يعني كنت بشتري لهم اراضي، بعمل لهم كل حاجه، يعني كل مشاكلهم الشخصيه موجوده عندي، لان هم بيثقوا فيا، عشان كده انا بقيت وكيلهم. فماني حضرتك، فهو الموضوع مش على الكوره بس، اللعيب لو وثق في الوكيل انا ما توقعتش بيعتبر، لا بيعتبره ابوه بقى، ابوه اللي عنده اكسبيرينس في المجال اللي هو شغال فيه، مسؤول عن كل حاجه عنه، فعشان كده حتى حياته الشخصيه بلايندلي اللي بتقوله لي بيعمله. يعني بتقوله لا ما تروحش الحته دي، لا ما تعملش كده، ما فهو بيسمع كلامك. ده مش شرط بيبقى في العقد، ده بالاتفاق كده. لا ده هو الوكيل يعني. الوكيل الناجح اللي هو اللعيب بتاعه بيحبه، فعشان كده خلاص هو عمره ما هيروح لحته ثانيه. انا في لعيبه معايا كان ما كنتش بجيب لهم عروض، هم يعني هم بيجي لهم انتقالات وكانوا بيتصلوا بيا عشان اجي اقعد. يعني هم بيلعبوا في تركيا، هم بيلعبوا في نادي وجالهم نادي ثاني، فبيتصلوا بيا عشان اجي اقعد. وساعتها انا ما بكلمش تركي، هم اللي بيتكلموا، هم اللي بيترجموا، هم اللي بيخلوا. استاذ ممدوح، كمان حته بقى انتماء اللاعب دي برضو حضرتك بتحطها في الاعتبار لما بيبقى في انتقال؟ يعني مثلا لو لاعب في النادي الاهلي بقى له فتره كبيره وجاله عرض مثلا من الزمالك في نهايه مسيرته او كده، ساعتها بتفكر في حته الجماهير والانتماء، ولا بنشوف برضو مصلحه؟ لا لا لا، الاحترافيه بتقول ان ما فيش حاجه اسمها كده الانتماء، لان الاحترافيه دلوقتي دليل ان في لعيبه كتير قوي كانت بتلعب في الاهلي وراحوا لعبوا في الزمالك، زي حسن مصطفى، زي ناس كتير، ودول كانوا لعيبتي برضه. يعني حسن مصطفى كان من اللعيبه بتاعتي، فاهماني؟ بس هو خلاص، هو النادي الاهلي مش عايزه، فهو راح يلعب في توب كلاب، يعني المنافس بتاع النادي الاهلي هو الزمالك. واحمد حسن برضو من الاهلي، واحمد حسن للزمالك، وحسام حسن وابراهيم حسن، ناس كتير جدا راحت كانت في الاهلي وراحت الزمالك، وناس كانت في الزمالك وراحت الاهلي. طارق السعيد، في لعيبه مثلا زي عماد متعب قال يعني ما ينفعش جمهور الاهلي. ما ينفعش، دي في لعيب بيبقى شارك جمهور اكتر من مستقبله. ساعتها بقى هنا حضرتك التدخل يعني من وكيل اللاعب. طب انا هقول لك على حكايه كابتن علاء ميهوب، مش عارف شوف الكلام من زمان قوي، يعني ما مشي من الاهلي وجاب جول في الاهلي عيط في الملعب، وبعد كده ما لعبش كوره، فاهماني؟ فده يدل ان هو عنده انتماء للنادي بتاعه، بس كده ما ينفعش. صح، احنا عندنا كلام كتير قوي، هنكمل كلام كتير قوي بعد الفاصل مع استاذ ممدوح السعاتي واستاذ امير المراجل. بنرحب بحضراتكم من جديد، ولسه مع موضوع الساعة وكيل اللاعبين ومهمته. بس قبل ما نكمل مع ضيوفنا، عايزة أفكر حضراتكم بسؤالنا على فيسبوك. من وجهة نظر حضراتكم، إيه التشكيل الأفضل للأهلي في ماتش MP اللي جاي في الدوري يوم الحد؟ أستاذ أمير، كنا بنتكلم على تأثير كورونا على سوق الانتقالات، على أسعار اللاعبين، إزاي الفترة دي هيبقى في تأثير من موضوع جائحة كورونا؟ هيبقى في تاثير على السوق، عشان كل اغلبيه الدوريات، اولا الانتقالات في الدوريات كلها ما عادش زي بعض. يعني احنا في انجلترا مثلا او في اي دول تانية، في دوري اتلغى، في دوري كمل، الدوري المصري هيبقى برضه ما حدش عارف الانتقالات هتبقى امتى. ده رقم واحد. رقم اتنين، اللي
السيوله الماديه ان احنا طالعين من جائحه كورونا، اكبر انديه اوروبا تاثرت بالازمه الاقتصاديه ده. يعني ويجن نزل الدرجه الاقل عشان خاطر اتخصم منه 12 نقطه في الدوري الانجليزي عشان الازمه الاقتصاديه، ما قدرش يواكب الازمه الاقتصاديه اللي موجوده. فكل ده ياثر على اسعار اللعيبه، هياثر على العقود، هياثر على الانديه. مثلا بدل ما كانت سي بتشتري 5 6 لعيبه في الانتقالات، ممكن تبص لقطاع الناشئين شويه، ان كل ده هياثر في سعر اللعيب، مش هيبقى في تنافس كتير اللي هي بتؤدي للزياده في الاسعار للدرجه دي، مش هيبقى في التنافس اللي موجود ده. وراي حضرتك؟ هو بالنسبه طبعا جائحه كورونا اثرت على العالم كله اقتصاديا طبعا، ووصلوا لمرحله ان في دوريات بقى من حقها انها تدفع للعيبه نص عقودها. يعني ده طبعا غير قانوني، لو طبيعي غير قانوني، الاتحاد الدولي غير قانوني، بس هو خلاص اما يكون اتحاد الكوره اصدر قرار ان اللعيبه الاجانب واللعيبه اللوكال ان القانون ده هيمشي عليهم كلهم، ان هم ياخدوا هاف سالري لانهم قاعدين ما بيلعبوش، فكان من حقهم. وحتى الفيفا وقفت ايه معاهم في الموضوع ده. وفي انديه كمان في لعيبه ما رجعتش بعد الكورونا لان عقودها خلصت، ما حاولتش ترجع تمدد عقودها، فتعمل لها عقوبات. يعني في السعوديه في اكتر من لعيب اتمنعوا من دخول السعوديه، في لعيب كان بيلعب في فرقه اسمها التعاون ما رجعش، وفي لعيبه مش عايزه ترجع تاني، فدول طبعا هيتعاقبوا ان هم ما يرجعوش. الاتحاد السعودي اصدر قرار ان هم ما يرجعوش وما يلعبوش في السعوديه تاني. طب دول كده بيبقى موقفهم ايه يعني؟ بص، في لعيبه كل لعيب بيبقى ليه عنده education. اللعيب المتعلم غير اللعيب الجاهل غير اللعيب، وفي لعيبه محترفه في كل حته في الدنيا. التعليم بيفرق في ثقافه الشخص، فبيفرق برضه في ثقافه اللاعب. يعني انا اتعاملت مع لعيبه ما تعرفش تقرا وتكتب وكانوا نجوم مصر وبيلعبوا في المنتخب، فاهماني؟ وفي لعيبه ثانيه خريجين سياسه واقتصاد، فدول يعني انت عارفه ان اللعيب بيعرف يتكلم وبيعرف، فاهماني؟ حتى في النيجوشيشن لما بتروح تتكلم ممكن تسيب اللعيب هو اللي يتكلم لانك انت عارفه واثقه ان هو هيتكلم كويس، انما في لعيب تاني ممكن يودينا في داهيه انا. طب كنا بنتكلم يا استاذ امير على ان في وكلاء بيجمعوا عدد كبير من اللاعبين، ممكن 40 لاعب حضرتك كنت بتقول، يعني 40 لاعب ايه ده؟ في ناس في مصر هنا كانوا موقعين 400 لعيب. 400 لعيب كمان بيمضي اللعيب ويسيب العقد ينساه، يفتكر بقى لما اللعيب يتنقل يوم شاكيه. حصلت معانا في لعيبه كتير، يعني انا افوجئ مره واحده ان اللعيب ماضي مع وكيل مثلا من 5 6 سنين، ويقوم مترخ العقد بعقدي بالرقم بتاريخ جديد ويقوم مسجل عقده وشاكيه. حصلت كتير، يعني حصلت كتير معايا، في مشاكل كتير يعني. طب ليه ساعات بنلاقي فعلا ممكن ناديين يعني نحس ان اللاعب فيه مشكله كانه مضى لناديين؟ يعني لا ده مضى للاهلي، لا ده مضى للزمالك. لو لعيب وقع للناديين طبعا لازم، بصي شروط الفيفا اول حاجه ان اللعيب، يعني ما ينفعش لعيب يلعب في النادي الاهلي وعقده ممتد ان حد يجي يكلمه. يبقى ليه المشاكل دي بتظهر؟ اسمعيني، ما ينفعش حد يجي يكلمه قبل ميعاده الفتره 6 شهور الوحيده اللي اي نادي من حقه يتكلم مع لعيب بتاع نادي تاني، اللي هي ما يكون عقده فاضل له 6 شهور. قبل كده ممكن يقع عقوبه على النادي نفسه ان هو بيحاول يتكلم مع الايه؟ مع اللاعب. ف يعني في رولز بتحكم طريقه الكلام مع اللعيب، ان اللعيب بقى يروح يوقع مع ناديين دي مصيبه، لان هو ازاي وقع مع ناديين واكيد معهوش وكيل، لان هو لو وكيله هيبقى عارف ان هو هيتوقف. حصلت مع 2 وكلاء، في بيبقى التنافس ما بين الوكلاء. يعني انتوا كنتوا في التقرير جايبين جده كان موقع في الزمالك قبل ما يروح بطوله الامم اللي هي بقى هداف البطوله، كان موقع مع نبيل ابو زيد. محمد شيحه جابه الاهلي، نبيل اتوقف. يعني اللعيب ظلم الوكيل، مش الوكيل اللي ظلم اللاعب، اللاعب ظلم الوكيل. طب ليه ساعات بيبقى في مشاكل بين اللاعب والوكيل ممكن توصل للمحاكم؟ بنشوفها دي بتحصل. هو غلط توصل لمحاكم اصلا. يعني في الرولز بتاع الفيفا ان ممنوع اي حد من اطراف اللعبه يروح محكمه عاديه. محكمه رياضيه اصلا. محكمه رياضيه، لكن محكمه عاديه. لا لا لا، ما يكون ما فيش محكمه رياضيه. هو الاول بيروح للاتحاد اللي هو اللي موجود فيه، لو طرفين اجانب بيروحوا للفيفا، لو طرف اجنبي وطرف تاني بيروحوا للفيفا. وطبعا ده بيبقى احسن لهم، يعني بيبقى احسن للعيب. يعني في شكاوي هنا في مصر بقى لها 10 اللعيبه بطلت. بس انا قصدي برضو ايه نوع المشاكل؟ يعني حضرتك من اول لقاء بتقول قد ايه انه الوكيل بيبقى اب،
اللاعب. حضرتك في لعيبه جريدي، يعني في لعيبه هي اللي طماعه، طماعه جدا، فبيجوا ايه، يجوا اول ما يجي ياخد الفلوس يبقى مش عايز يدي الوكيل ايه حقه عمولته. يعني انا بقالي كتير قوي. طب ده حصل مع حضرتك؟ حصل معايا، وسبت اللعيب سنه وسنتين، وفي الاخر اشتكيته، لان انا ما كنتش بشتكي لعيبه خالص، لان معظم اللعيبه اللي كانت معايا كانوا المفروض ان هم بيدفعوا. بس ازاي يعني؟ ايه نوع يعني بيقول لحضرتك ايه مثلا؟ بيقول لك انا مالكش مشاكل كتير، ماما هتتجوز مثلا، تطلع مشاكل كتير. بس انا جبت عربيه، انا ببني بيت، انا مش عارف ايه. طيب فهو بتيجي كده يعني. طب في نقطه مهمه كنا بنتكلم فيها، انه ايه الشروط الاساسيه اللي تبقى في وكيل اللاعبين؟ كنا بنقول اهم حاجه مثلا اللغه، لازم عشان يقدر يعرضوا على نادي في انجلترا، نادي. شغلانه وكيل اللاعبين دي للاسف في ناس كتير قوي مش فاهمه اصولها. يعني وكيل اللاعبين دي قايمه على الكوبريشن، اللي هو الايه، اللي هو التعاون. يعني ما فيش شغلانه انا ممكن انا وامير، لو انا مثلا عايز اخلص لعيب، لعيب عند امير بتاع امير، وانا مطلوب مني المركز ده في دوله تانية، فبقول لامير انا عايز اودي اللعيب بتاعك في الحته الفلانيه، فبنمضي بروتوكول ان احنا بروتوكول تعاون، ان اللعيب ده هنخلصه مع بعض ومش عارف ايه، وبنخلصه. للاسف الناس هنا بقى جريدي، يعني الناس كل واحد عايز ان هو يقوم بالشغله لوحده، وعشان كده ما بينجحوش. لان انا معلش لازم حجم علاقاتك يكون كبير، ولازم انك انت تكون عندك فلكسبيليتي انك انت تتعاون مع كل الناس، لان السوق وورلد وايد كبير جدا، ومفيش حد يقدر عليه لوحده. زي حضرتك ما كنت بتتكلمي في موضوع اللعيبه، ما ينفعش وكيل يبقى عنده كم كبير من اللعيبه، لان هو كده ما بيقومش بواجبه اللي هو ايه بقى، اللي هو يبقى عنده وقت ان هو يتابع لعيبه، ان هو لو لعيبه عنده مشكله، لو وكيل عنده 400 لعيب ولا 200 لعيب، 100 لعيب، ازاي هيتابعهم؟ بس طب بره مثلا جورجي مانس وكيل كريستيانو رونالدو، وكيل جيمس رودريغيز وانخيل دي ماريا وبيبي، وبيدير مجموعه من الشركات، هو اللي بيتحكم في تحركات الانديه. فعشان بقى معاه ناس ثانيه هنا الدنيا تبقى احسن. هي يعني الناس الشركات الكبيره بتاعت التسويق بيبقى فيها بدل الوكيل 30 وكيل، بس بيرقصهم وكيل كبير. طب ليه استاذ امير السيستم ده مش موجود بقى عندنا؟ عشان في مصر ما هم مفكرين ان الوكيل سوري يعني خورخي من اللي حضرتك بتقول وكيل كريستيانو رونالدو، هو كريستيانو رونالدو محتاج وكيل يسواه؟ هو اللي انا عارفاه انه هو اللي عارض، يقال يعني ان هو اللي عارض رونالدو على يوفنتوس دلوقتي في الفتره دي. رونالدو خلاص عشان في الاواخر بقى السن، لكن في الاول ميسي محتاج حد وكيل يعرضه على انتر مثلا او ميلان زي ما هو رايح. لا هو في مصر، مشكله في مصر اللعيبه مفكر ان الوكيل ان انا اخدك من هنا واوديك هنا. ده غلط. يعني كابتن ممدوح قال كلمه، قال لك كان اللعيبه بتبعت لي احنا عندنا عرض، تعالى عشان تتفاوض تعمل لي عقدي، واللعيب مش عارف هيمضي على ايه. يعني اللعيب محمد صلاح، محمد صلاح لما ساب الوكيل بتاعه كان معاه وكيل مصري ووكيل سويسري، سابه ليه؟ لان لقاهم محملين عليه في عرض تشيلسي فلوس كتير قوي في الضرايب، اتفاجئ بيه، قام غير الوكيل بتاعه اللي هو الوكيل دلوقتي، قام ساب الوكيل ده ومعاه وكيل تاني، مع ان ده الوكيل اللي بادئ معاه، اللي مسفره من اول بازل، نقله الانتقالات دي كلها. ففي مصر مشكله، في مصر الثقافه مش زي اوروبا خالص. يعني ما تقارنيش هنا بهنا، دي حاجه ودي حاجه خالص تانية مختلفه نهائي عن اوروبا. طب بمناسبه الكلام وذكر انتر واي سي ميلان، بنشوف بره ممكن يقعد انتر ميلان مع اي سي ميلان ويبقى في صفقه تبادليه، انا محتاج اللاعب ده وانت محتاج اللاعب ده. ده مش بيحصل في مصر قوي، ما بنشوفش الاهلي والزمالك قاعدين مع بعض. بص يا سؤال، لما انديت بره فيها سيستم بيبقى في حاجه اسمها ايه، في حاجه اسمها سكاوتينج. وفي يعني احنا دلوقتي ابتدينا بيحصل ان الكره عندنا بتتغير، وان احنا رايحين للطريق الصح. انه بيبقى في اداره تسويق في الانديه دي، طبعا موجوده في كل حته في اوروبا من قديم الازل. فهو اللي هو اللي بيقولوا عليه مدير التسويق، ده هو اللي بيقوم بالدور ده. مدير التسويق ده معلش هو وظيفته ان هو يوفر فلوس للنادي، ان هو يروح يلف
ويبص على الدوريات كلها ويشوف اللعيبه اللي فلوسها رخيصه. اتفضلي اتفضلي معانا بس على تليفون احسن عثمانيه. استاذ احسن وسيط لاعبين جزائري منورنا في الاستوديو على شاشه الاهلي. اهلا بيك. اهلا بيك وكل الحضور الكرام. محور حديثنا النهارده حضرتك عن وكيل اللاعبين ومهمته وازاي بيقدر يسوق اللاعب، وهل المصلحه هي اللي بتحكم الموضوع ولا لا؟ فعايزين نعرف راي حضرتك، هل وكيل ممكن يتحالف مع وكيل اخر لانهاء صفقه؟ ايه مهم، ايه اهميه وكيل اللاعبين؟ السلام عليكم. وكيل اللاعبين مهمته تسويق لاعبه بطريقه احترافيه، وليس الجانب المادي هو المصلحة الأولى، لا، هناك جانب مادي وجانب رياضي. يعني اختيار المشروع الرياضي للاعب أوكي، وثاني حاجة اللاعب لتسوقه تتبع أخباره دائما وأبدا، يعني تتبع أخباره بالحالة النفسية، الحالة الرياضية، هل هو متلائم أو لا أوكي. وثاني حاجة شركة هناك وكلاء لاعبين يشتغلوا مع بعض، مثل نعطيك على سبيل المثال انا وصديقي السيد محمد عبد الحميد عندنا شركة رياضية للتسويق الرياضي اسمها جي تي سبورت، مهمتها تطوير الناشئين وتسويقهم الى اوروبا. وهناك ان شاء الله مشروع في السعودية لاختيار لاكتشاف المواهب وتسويقها في الشرق الاوروبي وفي في كل مكان. شكرا جدا لحضرتك استاذ احسن، كنت معانا على شاشه قناه الاهلي. استاذ ممدوح كنا بنتكلم على الصفقات التبادليه. طيب الصفقات التبادليه دي طبعا بتحصل في مصر كتير، بتشوفي يعني الاهلي بيعوز لعيبه من سموحه فبيقول له بس مش ندين، لا بس مش اهلي وزمالك، مش اهلي واسماعيلي. في حاجه مهمه جدا، يعني انت ممكن تيجي تعملي صفقه تبادليه اللعيب يقول لك انا مش عايز اروح، فاللعيب ساعتها لازم هتسيبيه فري او هتخسري لعيبك بسبب ان هو مش عايز يروح النادي ده. فاهماني؟ فهو برضو صفقات التبادليه دي لازم يكون، بصي اي عقد لازم بيبقى فيه ثلاث أطراف، ناديين واللاعب. فلو الثلاثة مش موافقين عمر العقد ما هيتم. لازم يكون فيه موافقة من الثلاث أطراف، غير كده سواء عارة أو بيع أو ما هو ليه الموافقة دي ما بتحصلش؟ ليه مش بنشوف ده عندنا؟ بص احنا عندنا لسه بدري، احنا لسه ما وصلناش للاحترافية، احنا لسه شوية. يعني موضوع الكورة، الكورة دي رياضة. يعني مش حرب. للأسف الإعلام بتاعنا في حولها الحرب، وكرة مش كده، كرة متعة أكتر منها. ما هو فعلا التعامل بعدم الاحترافية دي بيسبب لنا مشاكل كتير قوي. الإدارة. يعني بنشوف ده الإدارة لازم الإدارة تبقى إدارة محترفة في كل حتة، في اتحاد الكرة، في الأندية، فساعتها هيبقى العقل بقى هيحكم العلاقة. بمناسبة العقل بقى يا أستاذ أمير، إزاي اللاعب بيفرق في تطور عقلي، وكيل اللاعب بيفرق في تطور عقليته؟ يعني هل مثلا ممكن أقول إن مثلا دلوقتي رامي عباس فارق جدا مع محمد صلاح؟ هل إحنا شفنا محمد صلاح في البداية كان يعني لو هنتكلم على إيطاليا كان تألق كبير جدا بعد تشيلسي كان ممكن نقول لسه شوية، وليفربول بقى دلوقتي حاجة مبهرة. هل فارق معاه وكيل اللاعب بيفرق في تطور العقلية؟ أكيد بيفرق معاه. هو لو رامي دلوقتي مش مع صلاح هو بينصحه وبيديله النصيحة، والوكيل وظيفته النصيحة، مش اللاعب ده عنده شخصيته أكيد، لكن الوكيل هو اللي بينصحه. لو رامي مش موجود ما كانش صلاح مثلا رد على اتحاد الكورة، كل ده رامي، كل ده تحريك رامي اكيد في موضوع الرعايه وموضوع المشاكل اللي كانت حاصله الفتره اللي فاتت دي كلها، كل ده اكيد دور الوكيل، كل ده دور رامي. بيفرق مع اللعيب بقى، وبرده اللعيب بيبقى عايز. انا ممكن مهما تتكلمي مع اللعيب هو مش عايز، خلاص انت هتعملي ايه؟ انت دور يعني الوكيل بيبقى متدخل في كل التفاصيل، كل مثلا التويت اللي كتبها وقت ازمه عمرو ورده، كل حاجه تفاصيل التفاصيل، يعني ما لكن درافت وبيعرضوا عليه، انا ما اعرفش تدخلاتهم مع بعض، بس انا بتكلمهم في العموم. بس التفاصيل هو معاه فيه. طب احنا ليه ما عندناش محمد صلاح كتير؟ ليه ما فيش سيستم بينتج لعيبه قويه كتير زي مثلا في هولندا اياكس امستردام بيطلع لنا 6 لاعبين مثلا في الموسم؟ دي نقطه مهمه جدا في حديثنا النهارده. طبعا اللي هو ايه، اللي هو ليه احنا ما عندناش كم من لعيبه محترفين بره، مع اننا احنا في الجولدن بيريد، يعني احنا في الوقت الذهبي ان اللعيبه بتاعتنا تروح بره. ليه بقى؟
لان اللعيبه بتاعتنا يعني انا شغال قديم شويه يعني انا ايام ما كنت بشتغل كان في ميدو وكان في الناس اللي كانت بره كانت معدوده قليله قوي وكان في مشاكل ان في يعني حتى اللعيب بتاع ابراهيم سعيد الاتيتيود بتاعهم ما كانش كويس فكانوا عاملين يعني يخوفوا الناس ان هم يجيبوا لعيبه من البلد دي. فدلوقتي احنا عندنا فرصه كويسه جدا ان محمد صلاح متالق عندنا منين عندنا تريزيجيه عندنا وكل العالم اللعيبه بتاعتنا بقت معروفه فكده ده في لو الوكلاء الشاطرين ان لعيبه كتير من مصر تخرج بقى تروح الدوريات لان هو دلوقتي لو عمل ماركتنج للعيب مصري هيبقى عليه قبول من زي الاول ليه بقى لان اللعيبه اللي موجوده في السوق ناجحه فهو دلوقتي دي الفرصه الذهبيه بس للاسف برضو اللي كان عندنا مش شاطرين في التسويق الخارجي ليه مش شاطرين في التسويق بقى الخارجي عشان الانديه اولا الانديه طلباتها بتبقى مغالاه فيها بطريقه يعني محمد صلاح لو في اهلي او في زمالك ما كانش بقى محمد صلاح انا اجزم بكده انه ما كانش كده كان هيتطلب رقم خيالي مثلا ان هو يروح ما كانش هيروح ما كانش هياخد محمد صلاح محدد نفسه هدف كان محمد صلاح طالع من مصر برده مش مشهور زي دي زي اي لعيب في اهلي واصغر لعيب في اهلي وزمالك بياخد عقده كبير مش هياخده بره هو ليه اللعيبه في مصر ما بتتنقلش بره مفيش الارقام اللي اللعيبه بتاخدها هنا دي احنا ممكن نشوف في حاجه في حاجه مهمه جدا برده عايز اقولها لك في موضوع المغالاه في اللعيبه في كل حته في الدنيا ليها فاليو الفاليو بتاعها ده في الترانسفير ماركت لعيب كل لعيب بيبقى ليه سعر سعره ده بيحدده يعني منظمات خارجيه وكده فانت ما ينفعش لعيب مثلا قيمته التسويقيه قسمه التسويقيه 200,000 دولار النادي بتاعه يطلب فيه 2 مليون دولار دي حاجه تاني حاجه ان اللعيبه يعني اللي خلى لعيبه من افريقيا كتير قوي في اوروبا ان الانديه الافريقيه بتبص لايه بتبص للريسيل الريسيل هو ده اللي بيكسبه يعني محمد صلاح كان معمول معاه كده باشمهندس شريف يعني لما محمد صلاح اتباع نادي المقاولين كسب في محمد صلاح في الريسيل في اللي هو اعاده البيع لو انا فاهمه صح في اوروبا في انديه بتسقع اللعيبه لا مش لا مش بتسقع بص يعني انا عندي لعيب فلوس في النقله اللي بعد كده عندي لعيب دلوقتي لعيب متالق وبيلعب في المنتخب الاولمبي وجي لعيب جه فرقه من فرنسا عايزه ايه اللعيب فانا بوديه اعاره ببيعه بسعر قليل جدا وتش مثلا هنقول 100,000 دولار بس هقول في اعاده بيعه من الفرقه دي للفرقه الثانيه انا هاخد 50% فيجي يتالق مع الفرقه دي ويتباع ب 10 مليون فناخد 5 مليون هما بيبصوا لقدام ما بيبصوش تحت رجليهم تمام. هنا طبعا عندنا اللعيبه بتبقى مؤثره في فرقها وادارات الانديه بتبقى باصه انها عايزه فلوسها دلوقتي مش عايزه فلوسها ايه قدام فده برضو بيصعب التسويق يعني بيخليه صعب بشكر حضرتك جدا استاذ ممدوح سعيد يا رب يخليك بشكر حضرتك استاذ امير بشكر حضراتكم على متابعه حلقه النهارده من برنامج السادسه على شاشه الاهلي استنونا في حلقه جديده بكره باذن الله في نفس الميعاد